بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ازيكم شباب، مكملين مع بعض بقية فيديوهات تيتوريالز 101 ان داتا اكسس ويز ان لاير اند اوبجكت اورينتد. بنتكلم لسه في مجموعه الفيديوهات اللي بنعمل بيها الباكج او السيت اب بتاعنا للابلكيشن. كنا وصلنا ان احنا بالفعل خلصنا كل حاجه الحمد لله بنجاح على الادفانسد انستولر، وبكده يبقى احنا خلصنا الشغل عليه وطلع لنا الباكج في الصيغه الفولدر اللي قدامنا ده، فهبدأ أكبره علشان هبدأ أشتغل عليه جوه الـ VMware. أنا عندي هنا VMware هشغلها على ويندوز 7 بحيث إن أنا أبدأ أسطب عليها. بالفعل فتحت كده معايا نسخة الويندوز، هبدأ أعمل بيست بالفولدر اللي موجود في السطب كأني بالظبط نقلته على جهاز العميل. لو تخيلنا إن ده جهاز العميل وأنا هنا هنقل الفايل عليه، بالفعل كده بقى عندي الفولدر اللي فيه ملفات السيت اب. عايز اتاكد من شويه حاجات يا شباب، وهي ان النسخه ديت ما عليهاش سيكوال سيرفر اصلا ولا دوت نت. فعلشان اوضح الحكايه دي تعال نفتح النسخه ونروح للكنترول بانل. بالنسبه لي الاد او ريموف بروجرام او الانستول بروجرام هي اللي هتوضح ان كان في حاجه متسطبه على النسخه دي ولا لا. فبالفعل انا ما عنديش اي حاجه تبع السيت اب اللي انا محتاجه. طيب هبدأ دلوقتي أعمل انستول. فأنا دخلت جوه الفولدر، في عندي هنا ملف الـ exe اللي هو السيت اب، تعالى كده نضغط عليه دبل كليك. بدأ يفتح الويزر بتاع السيت اب، ويلكم تو بريكوزيت سيت اب ويزر. البريكوزيت اللي المفترض هتحصل هي دوت نت فريم ورك 4.6.1 وسيكوال سيرفر اكسبريس 2012، وهو هنا بيقول لي ان هو هيبدأ يعمل لهم انستول. فبقول له يلا نعمل انستول نيكست. بيبدأ يعمل اكستراكت لمجموعة الفايلز علشان يبدأ يعمل السيت اب بيها. طبعا الباكج موجودة فمفيش مشكلة، انا مش محتاج حتى نت عند العميل، ودي ساعات بتبقى كيسز ان العملاء ما بيبقاش عندها نت. فياريت تعمل الباكج بتاعك بكل الفايلز اللي انت محتاجها علشان لو حصل مشكلة وما بقاش في نت. كده هو بيفك الاكستراكت للدوت نت فريم ورك وهيبدا يعمل لها انستول. بيبدا دلوقتي عشان يعمل السيت اب للدوت نت. هبدا هنا اكسبت اللاينز بتاعي وابدا اقول له انستول. كده هو بيسطب الدوت نت فريم ورك 4.6.1. كده هو خلص الانستول بتاع الدوت نت والحمد لله تمام. فهبدا اقول له فينش. هيبدأ الخطوة التانية وهو يعمل اكستراكت للفايل للسيكوال سيرفر اكسبريس 2012. وياريت ننتبه قوي لان هي دي نفس الخطوات اللي هعملها لو انا ما عنديش سيكوال سيرفر اكسبريس وعندي سيكوال سيرفر انتربرايز وعايز انزل الاكسبريس. هي دي نفس الخطوات اللي هتعملها عندك علشان يبقى عندك النسختين وتقدر تتست كأنك بالظبط جهاز الكلاينت. هو هيبدأ يسطبها بنفس الشكل زي ما احنا شايفين كده، الباكج واحد جوه الدوت نت جوه كمان السيكوال سيرفر. كده هنكمل التسطيب. فهبدأ اقول له يس. طبعا هو هنا دخل على الانستولينج على طول وهيبدأ يعمل انستنس ستاند الون على الجهاز. فهبدأ اضغط على نيو سيكوال سيرفر ستاند الون انستوليشن. هبدأ أوافق على اللاينسز وأبدأ أقوله نيكست. في أبديت هو بيعمله بس أنا هسكيب الأبديت ده. بيكمل معايا الخطوات وبيسألني على إيه الفيتشرز اللي أنت محتاجها. طبعا لو لاحظنا هو بس عامل جاست الداتا إنجن سيرفيس والإس دي كي. فببدأ أختار الاختيارات ديت وأبدأ أقوله نيكست. اسم الانستنس بتاعي هيبقى سيكوال اكسبريس وده الباص اللي هتسطب عليه، وطبعا هتبقى 86 اكس او 32. ببدأ اقوله نيكست. في الجزء بتاع الاكونت ببدأ اسيبه زي ما هو وابدأ اقوله نيكست. هشتغل ويندوز اوثنتيكيشن مود وهو ضاف لي دلوقتي اليوزر
اللي هو بيشتغل على المكنة دي، فهبدأ أقول له نيكست نيكست وأخيرا انستول، وهيبدأ هو دلوقتي يعمل انستول، وهسيبه لحد ما يخلص عملية الانستولينج خالص. كده السيت اب بتاعنا على وشك ان هو يخلص. تمام كده خلص تسطيب السيكوال الحمد لله تمام وكله بنجاح. فابدا اقول له كلوز وهقفل السيت اب. هيبدا الانستولر يعرف ان البري ريكويزيت للابلكيشن اتسطب، فهيبدا في تسطيب الابلكيشن نفسه. يبقى هو كان بيسطب الاثنين دول، وهيبدا دلوقتي يسطب لي جوه فولدر اسمه سمارت سوفت وير باسم الشركه اللي انا كتبته، اسم الابلكيشن سمارت ابلكيشن. طبعا لو انت عايز تغير الاسم بتاعه ببدا اقول له نيكست انستول، هيبدا يعمل لي انستول. لو في عندي اي اخطاء ممكن يطلع لي هنا رسائل، مثلا لو عندي خطا في اي حاجه في الداتابيز المفترض هيطلع لي رساله، وهتكمل طبعا تاكيد ان الموضوع ضن، ان يظهر عندي هنا الشورت كات بتاع الابليكيشن بتاعي على الديسكتوب، ويظهر كمان في قائمه ستار الابليكيشن بتاعي او المترو ستايل لو انا بشتغل 8 او 8.1. بيكري دلوقتي السكريبت اللي احنا اتفقنا عليه، وكده خلص وكل حاجه بقى ضن. طبعا السكريبت اترن والداتابيز بقت موجوده. تاكيدا للمعلومه ديت سريعا كده، لو انا رحت على السي جوه بروجرام فايل 86 هلاقي عندي بقى في سيكوال سيرفر اكسبريس موجود اهو، ولو دخلنا على الام اس داتا بتاعه هنلاقي عندنا بقى في دال تيست، ادي الداتابيز الام دي اف والال دي اف فايلز تمام. وبالنسبه للملف نفسه بتاع الابلكيشن بقى موجود عندي كابلكيشن اقدر استخدمه. تعال نتست كده باننا نشغل ابلكيشن، دبل كليك على الابلكيشن. المفترض ان انا ما عنديش داتا، فهقول له شو مفيش داتا. طب تعال نسجل بيانات، هقول مثلا سيد حواس ديفلوبر 5000، وهختار اي صورة من على الجهاز. وهاجي هنا اقول له سيف، قال لي سيف، وبالفعل ظهرت عندي الداتا. ممكن نسجل بيان تاني، ريتاج ديفلوبر 6000، والصورة بتاعها هتكون دي مثلا. فابدأ اقول له سيف، نلاحظ ان هي اتسجلت شو ظهرت عندي، وتأكيدا لما بضغط هنا بيظهر بيانات سيد، وهنا بيظهر بيانات ريتاج وعدد الموظفين بتوع 2. كده الابليكيشن بتاعي الحمد لله اشتغل عند العميل بشكل كويس. بكده في خلال الكام فيديو دول عرفنا ازاي ممكن اعمل باكج للابليكيشن بتاعي. في حاجات كتيره لسه ما اتكلمناش عليها في نقطه الباكج، من اشهرها مثلا لو انا بشتغل بنظام ريبورت زي كريستال ريبورت او الفيو بتاع مايكروسوفت، وازاي ممكن اشتغل بيهم. هيبقى في امثله ان شاء الله هنجرب عليها ابتداء من دلوقتي على نفس المثال، وهنشرح كام فكره كده لطريقه التعامل بشكل دايناميك على الجريد فيو. ارجو ان الفيديوهات دي توضحت نقطه ازاي بعمل باكج، وازاي بعمل ملف السيت اب، وازاي احط البي ريكويزيت داخل ملف السيت اب عندي. لو عجبك الفيديو واستفدت منه ما تبخلش عليا بلايك، وما تبخلش عليا بسبسكرايب او اشترك في القناه علشان يجي لك نوتيفيكيشن باي فيديوهات هنرفعها ان شاء الله في الايام القادمه. ان شاء الله في مفاجات هتحصل على القناه قريب. بشكركم، شيل الفيديو على قد ما تقدر. واخيرا خليك ايجابي، ما توقفش المعلومه عندك، شوف الخير عشان ان شاء الله الفيديو اللي جاي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.